أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 67، درس مهم جدا، وكلمة beat سوف نتعلم استخدامها في جملتين ونأخذ أهم مرادفات كلمة beat. كل هذا فقط في دقيقتين. هدفنا هو حفظ 90% من معلومات من هذا الدرس من أول مرة، حوالي 20 كلمة جديدة تقريبا. حتى نصل إلى هذا الهدف يجب أن تركز معي الآن جيدا حتى نرتقي إلى مرحلة أعلى باللغة الإنجليزية. Get ready، اجهز الآن. Write all the phrases، so you need a notebook and a pencil. ركز معي جيدا، اكتب جميع العبارات، لذا تحتاج إلى كراس وقلم. فقط دقيقتان. And repeat after me 5 times. اللاود لكرر خلف العبارات بصوت مرتفع حتى تتقن اللفظ الصحيح بشكل جيد. أما الآن اضغط على إعجاب لهذا الفيديو، اشترك في القناة، وفعل زر الجرس أيضا حتى تصلك جميع الدروس القادمة حين نشرها. أما دروس سابقة ستجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. كلمة beat تأتي بمعنى فاز، beat فاز، beat تغلب، beat تفوق، بيت قهر، بيت تشابه. فلنأخذ أمثلة على هذه الكلمة. المثال الأول: her heart، heart قلب، her heart قلبها، her heart beat so hard، her heart beat so hard، قلبها ينبض بشدة، her heart beat so hard. المثال الثاني: we can beat، we can beat poverty، poverty الفقر، we can beat poverty، نحن يمكننا التغلب على الفقر، we can beat poverty، illiteracy الأمية، illiteracy، and fear الخوف. فلنقرأها سويا: we can beat poverty، illiteracy، and fear. أحسنت. الآن كررها 5 مرات بصوت مرتفع وركز على اللفظ الصحيح. We can beat poverty, illiteracy and fear. مرادفات كلمة beat: win, 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 overcome, overcome قهر، excel تفوق، and look alike تشابه. هذه أهم مرادفات كلمة beat. أما الآن حاول أن تكتب جملة مستخدما فيها كلمة beat. اكتب الآن أسفل هذا الفيديو في التعليق، وضعه حتى تستفاد منها أنت والآخرين. استخدم كلمة beat في جملة. والآن انتظرنا في الحلقة القادمة، وشكرا لك على متابعة هذه الحلقة. حاول تكرارها عدة مرات حتى تتقنها. أما الكلمة القادمة هي كلمة because، because كلمة because، الدرس 68.